بسم الله الرحمن الرحيم. النهاردة هنبتدي مجموعة محاضرات جديدة وسيريز جديدة. دي أول محاضرة منها، وهي محاضرات بتتكلم تحديدا عن الماتيرنال ميديسن. موضوع يمكن أو مجموعة محاضرات ما اتكلمناش عليها قبل كده، وهي من الحاجات التقيلة الحقيقة في الأوبستريكس، اللي فعلا يعني كنا عايزين نخليها للآخر عشان نقدر نديها وقتها ونديها حقها. طبعا الماتيرنال ميديسن باختصار هو جزء من ماتيرنال فيتال ميديسن، وهو متعلق، هو جزء الباطني بتاع شغلنا بصراحة، اللي هو فيه كل بقى الميديكال ديس اوردرز والحاجات المتعلقة بالمشاكل الباطنية لما السيدة بتحمل، وبالتالي بتبقى تبعنا ومسؤولين بقى ان احنا نتعامل معاها من الناحية الباطنية ومن ناحية الاوبستريكس وكل حاجة. طيب، اول محاضرة هنتكلم عليها النهاردة هي الابيليبسي والبريجنسي. زي ما متفقين وعادة بنعمل في معظم المحاضرات دي، الموضوع هيبقى كلينيكال بيست، احنا مش هنتكلم كلام اكاديمي ومش هندي محاضره نظريه، فهي مش مخصصه للماجستير او الدكتوراه بهدف انهم يمتحنوا، ولكن المحاضره كلينيكال، هنحاول ان احنا نخليها مختصره وان هي تبقى كلينيكالي اورينتد وعلى طول هيتنج ذا تارجت زي ما بيقول. خلينا نبتدي على طول. معظم الحاجات اللي تبع الماتيرنال ميديسن او تبع الميديكال ديس اوردرز ويز بريجننسي كلها هتمشي بنفس الطريقه دي، ان في دايما فور ستيجز اوف مانجمنت. الستيج الاولاني هو البري كونسبشن او قبل الحمل، او البوكينج ابوينتمنت اللي هو اول ميعاد انتي نيتال كير العيانه بتعمله، اللي هو بيبقى فيري ايرلي ان بريجننسي، اول ما بتعرف ان هي بريجننت او بيبقى في بوزيتيف بريجننسي تيست. ايديالي هو المفروض يكون بري كونسبشن، العيانه اللي عندها ميديكال ديس اوردر المفروض انها تجي لك الاول قبل ما تحمل عشان نظبط كل حاجه قبل الحمل ونخلي كل حاجه ايديال، ولو في ميديكيشنز نغيرها كلام زي كده، بحيث ان هي لما تحمل الامور تبقى ان شاء الله تمام. لكن عارفين طبعا ان ده غالبا ما بيحصلش، وغالبا بتجينا بعد ما يكون اختبار الحمل بقى بوزيتيف، ونعمل ايه يا دكتور؟ دي اول حاجه. المرحله الثانيه هي مرحله الانتي نيتال كير الطبيعي، اللي هو الست حامل، فنبتدي ان احنا نتعامل معاها اثناء الحمل. المرحله الثالثه هي مرحله الولاده، والمرحله الرابعه هي ما بعد الولاده، واللي كتير بيسقط مننا في الميديكال ديس اوردرز. هنمشي النظام بطريقه تشيك ليست، يعني انا عندي نقط معينه، كل نقطه او في كل ستيج من الستيجز عندك نقط معينه بتشيك عليها. اول ما بشوف العيانه عارف ان انا المفروض اعمل 1 2 3 4، بتشيك على كل واحده منهم اول ما بعملها. والحقيقه ان انا بحبز ان الحاجات دي او النوعيه دي من المحاضرات انها لو تقدر تحولها عندك لصوره ملف وورد او حاجه مكتوب فيها تشيك ليست فعلا، بحيث ان انت تستخدمها كل مره تشوف عيانه عندها الميديكال ديس اوردرز ده، حقيقه هتبقى حاجه مفيده جدا. لو تقدر ان انت تعمل حاجه زي كده هتساعد جدا في الشغل. خلينا نرجع لموضوعنا. اول حاجه الفيرست ستيج، هنفترض ان العيانه جايه لك بري كونسبشن او جايه لك فيري ايرلي ان بريجنسي، اول مره تيجي لك. يعني ايه خطوات المانجمنت؟ اول حاجه في التشيك ليست عندك دايجنوزس فيريفيكيشن، ده مهم جدا، لازم حضرتك بتتاكد من التشخيص. بنبتدي الاول، هل هو فعلا ايبيليبسي ولا لا؟ يعني ما ينفعش ان المريضه تعرف ان عندها ايبيليبسي وسبريجنسي بناء على ان العيانه جت قالت لك انا كان بيجي لي تشنجات. دي كلمه عامه جدا. هل التشنجات دي حد نيورولوجي شافها؟ هل اتعمل لها الانفستيجيشنز المطلوبه وتشخصت انها ايبيليبسي؟ ولا هي العيانه كان جالها تشنجات في فتره معينه من حياتها او بتجيلها من حين لاخر، بس هي نفضت، يعني هي اللي هي متعايشه معاها. وطبعا ده اكيد مش اللي احنا عايزين ان احنا نعمله. فلو العيانه ما عندهاش ديفينيتيف دايجنوزس، هي بس عارفه ان عندها تشنجات، ما تاخدش التشنجات دي تلقائيا على ان هي ابيليبسي. طبعا في السلايد دي لست كبيره مش هنخش فيها، لكنها لست طويله عريضه من اسباب الابيليبسي، من اسباب السيجرز. بعدها بيكون يعني بعض هذه الحاجات بيكون تمبرري، زي الهايبوغلايسيميا، الهايبوناتريميا، الحاجات اللي زي كده. وبعضها بيكون اطول في الامد بتاعه، زي حاجات زي لا قدر الله يعني سبيس اوكيباينج ليجن، يكون حاجه زي برين تيومرز او حاجه زي كده. فبالتالي ما تاخدش المواضيع لايتلي على ان هي العيانه دوكيومنت من نفسها ان هي عندها سيجرز يبقى العيانه عندها ابيليبسي. لا، العيانه دي لو مش متشخصه من حد بتاع نيورو، تروح لحد بتاع نيورو يعمل لها الفول انفستيجيشنز. وعلى ذكر الفول انفستيجيشنز، السي تي والام ار اي لو هي بريجننت اتس فاين ان هو يتعمل، بالذات لو ضروري. يعني لو هو ماشي قابل للتاجيل مش حاجه مهمه ماشي، لكن السي تي والام ار اي ده على البرين، ده ما فيهوش مشاكل ان هو يتعمل اثناء البريجنسي لو مطلوب كجزء من الانفستيجيشنز بتاعت الابيليبسي.
طيب يبقى ده اول حاجه لازم تتاكد ان التشخيص ماضي عليه بتاع النيورو وقايل لك ان ده فعلا ابيليبسي، دي اول حاجه. الحاجه الثانيه لما تقول لك ان هو ابيليبسي لازم تسالها امتى اخر مره جالها ابيليبتيك فيتس او سيجرز، وهل هي اون ميديكيشن ولا لا، ولو هي مش اون ميديكيشن ليه وقفت الميديكيشن، هل هي وقفته من نفسها ولا الدكتور قال لها ان هي خلاص تمام مش محتاجه الميديكيشنز، وامتى كانت اخر مره تاخد الميديكيشنز. ليه الكلام ده كله؟ لان المريضه لو عدى عليها 10 سنين من غير ولا سيجر، منهم اخر 5 سنين ما كانتش اصلا اون ميديكيشنز، فدي تقدر ان انت تطلعها من قصه الابيليبسي خالص، ما تعتبرهاش ان عندها ابيليبسي، كده تعتبر كانها ريكفرد او ان دي كانت حاجه ترانزيانت حصلت في ايرلي ايج وخلاص انتهت، فبالتالي ما تعملهاش على ان هي ابيليبسي وبريجنسي، وعاملها على انها بريجنسي عادي جدا. تمام؟ او لو العينه قالت لك ان عندها تشايلد هود ابيليبسي، معناها ان هي كان عندها ابيليبسي وهي طفله صغيره، كتير بنسمع عن الحكايه دي اول 3 4 سنين من عمرها واختفت، خلاص برضو دي ما تعملهاش على ان هي ابيليبسي وبريجنسي. فمهم جدا الخطوتين دول، اسال على الهيستوري كويس قوي وتاكد ان الدايجنوزز مين اللي عمل الدايجنوز بتاع الابيليبسي، وبناء على كده تقدر تقول هل هي فعلا ابيليبسي وبريجنسي ولا مش ابيليبسي وبريجنسي. طيب عملنا اول خطوه وطلع فعلا عندها ابيليبسي وبريجنسي وكونفيرمد وحد نيورو هو اللي قال الكلام. الخطوه الثانيه ان انت تعمل ريسك ستراتيفيكيشن من اول البريجنسي كده. يعني ايه ريسك ستراتيفيكيشن؟ يعني زي ما قلنا تشوف اخر مره جالها ابيليبتيك سيجرز امتى، بتاخد ميديكيشنز ولا لا، بقالها قد ايه من قبل الحمل ما جالهاش ابيليبتيك سيجرز. ليه؟ لان العينه لو مر عليها فتره طويله زي سنتين ثلاثه من غير ما يجي لها ابيليبتيك سيجرز، ده يخليها لو ريسك، يعني ممكن تعملها في البريجنسي حتى معامله اللو ريسك. تمام؟ على عكس عيانه حصل فيها ابيليبتيك سيجرز في اخر سنه قبل الحمل، في اخر سنه قبل الحمل ده اتس نوت ا جود ساين، وهنا بنعتبرها ان هي هاي ريسك. لما اجي اتعامل معاها اثناء الحمل لازم اتعامل معاها انها هاي ريسك. يعني ايه؟ يعني محتاجه دكتور فاهم في المواضيع دي يكون هو اللي مسؤول عن الانتينيتال كير، محتاج ان حد نيورو يكون شغال معاك، ما تبقاش بس بتشوفك انت لكن بتشوف بتاع النيورو برضو، ويبقى فيه كومبايند مانجمنت في الحالات دي. وطبعا انه لازم النيورو يشوفها على طول اول الحمل، وهي اوريدي حامل لازم يشوفها ايميديتلي اول الحمل عشان يظبط لها الميديكيشنز وكل حاجه. فهنا دي نقطة مهمة. خلي بالك طبعا لو يعني في ظل سنة واحدة زي ما قلت لك، لو سيجرز في خلال سنة واحدة من الحمل ده معناه انها هاي ريسك، لو في خلال شهر من الحمل يعني حصل لها سيجرز في خلال الشهر اللي قبل الحمل على طول، ده يخليها ايفن هاير ريسك كمان للموضوع ده. تمام؟ تمام. بس في نقطة مهمة جدا يا جماعة لازم ناخد بالنا منها، كتير من العيانين حوالي 15% ده النسب العالمية، يعني اول ما بيعرفوا ان هم حامل بيوقفوا الميديكيشنز من نفسهم، بيتخضوا لان هم غالبا عندهم فكره ان الادويه دي مش امنه في الحمل او ما الى ذلك، فبيروحوا يوقفوها من نفسهم. طبعا دي كارثه، لان مهما كان هو لو في ضرر فالضرر حصل، والضرر زي ما هنتكلم بعد كده ليه نسب مئويه معينه، لكن انها توقف الميديكيشن فكانها بتقول للسيجرز تعالي. يعني وارد جدا مجرد ما هيوقف الميديكيشن هتقل الليفلز في الدم، ممكن تخش في سيجرز او ابيليبتيك اتاكس، وده اخر حاجه احنا محتاجينها، ده اسوأ عندنا من اي حاجه ممكن تحصل في الحمل ان يحصل فيها سيجرز. فدي نقطه مهمه جدا. النقطه الثانيه اللي حابب اقولها وده هنوضحه بعد شويه، لما عيانه تجيلك وتقول لك ان هي ما كانتش تعرف انها حامل، كانت بتاخد انتي ابيليبتيك ميديكيشنز ايا كانت هي ايه، حتى لو معروفه انها تيراتوجينيك، وجات لك في اول حمله قالت لك اكتشفت ان انا حامل وانا دلوقتي 8 اسابيع 9 اسابيع 10 اسابيع، اللي هو انت عارف ان هو غالبا عدى الميعاد بتاع التراتوجينستي، او ان هي اوريدي لو في انومالي ممكن يكون حصل فعلا. دايما بيبقى فيه السؤال بتاع اخلي العيانه تسقط، فبالله عليكم يا جماعه بعيدا عن الجزء الشرعي من الموضوع طبعا واللي فيه كلام كتير لازم نسمعه برضو، لكن انا حتى بكلمك من الناحيه الميديكال البحته، يعني انا ميديكالي انت مش المفروض حتى لو انت موجود في مكان بره مصر مثلا، يعني ما فيش بقى فتاوى شرعيه ولا اي حاجه، موجود في مكان اقصد اقول يعني مكان في الغرب في امريكا في انجلترا في اوروبا، لا حتى في الاماكن دي انت ما بتعرضش عليه المسكاتش. ليه؟ لانه حتى لو هي كانت على ادويه ففرصه ان يحصل مسكاتش في بعض الاستادز حتى مع اسوأ الادويه ممكن تكون 10% مثلا، 10% نسبه كبيره لكن في نسبه 90% ان الطفل يكون كويس. فالاعتقاد السائد بفكره ان هو مجرد
ان هي كانت على الادويه دي معناه بالضروره ان الطفل بقى مشوه، دي فكره مش دقيقه. ودايما عندنا الاناتومي سكان، الناس بتقول لك الاناتومي سكان ده لسه هيبقى عند 20 اسبوع او 18 اسبوع، فلو نسقط نسقط بدري، لا يعني ما تسقطش على 10% ابدا. فعشان كده بنقول يعني حتى لو انت يعني انت الجانب الشرعي واضح، لكن انا بتكلم على الجانب الميديكال برضو بنضيف عليه او بيأيد فكرة ان انت مش محتاج ان انت تعمل مسكارج في الحتة دي. تمام. خلينا نتكلم على اخر حاجة او الحاجة قبل الاخيرة. الحقيقة احنا شيكنا على الدياجنوزز، عملنا ستراتيفيكيشن بالدياجنوزز. الحاجة الثالثة ان احنا نبتدي نعمل ريفيوينج للميديكيشن، عشان نجيب من الاخر في ريفيوينج الميديكيشنز. انت مش وظيفتك خالص كدكتور نساء انك انت تغير الميديكيشنز او تغير الدوسز، ما تعملش كده ابدا. ودايما احنا يا جماعه في الماتيرنال ميديسن هنركز في الحتت دي، ان انت لازم تعرف ايه الدور بتاعك، سواء العينه عاجبها او مش عاجبها، ده مش قصتنا. لكن انت دورك مش ان انت تغير الميديكيشنز ولا توقف الميديكيشنز. انت لو العينه اوريدي بريجننت، انت وظيفتك ان انت تبعت العينه دي لحد نيورو فورا في اسرع وقت ممكن، وتبعت معاه لو يعني حسب طبعا انت المكان اللي انت فيه، في اماكن الكوميونيكيشن فيها سهل او انت موجود في مستشفى كبيره فتقدر تبعت ريكويست وتكوميونيكيت، في ناس بتكوميونيكيت اوفر ذا فون، الموضوع بيبقى سهل. لكن حتى لو ده مش متاح عندك، على الاقل يا سيدي اكتب ليتر، قول للست روحي للدكتور الفلاني او روحي للدكتور النيورو بتاعك لو هي بتشوف حد نيورو معين، بالليتر ده ان العيانه دي بتكتب لها فيه ان العيانه دي بريجننت. احنا بالنسبه لنا مش بنحدد هي المفروض تاخد ايه، او مش المفروض يعني نحدد هي تتعالج ازاي، ولكن بندي ريكومنديشنز فور سيفتي. ودكتور النيورو بيحاول ان هو ياخد الريكومنديشنز دي as much as possible، لان اوقات احنا بنقول ريكومنديشنز وهي الحاله وحشه جدا صعبه في الكنترول لدرجه ان هو ما يقدرش يمشي على الريجوليشنز بالظبط. اتس اوكي، بيحاول يعمل اللي يقدر عليه. وطبعا الوضع الايديال هو ان احنا نتكلم، يكون في لو في بوسيبيليتي ان يبقى في ان الدكتور يكلمني على التليفون او انا اكلمه على التليفون او حتى ايميلات يا سيدي، ايا كان. زي ما بقول لك انا مش عايزه اقول حاجات ممكن تكون صعبه على الكالتشر، لكن الحاجات دي كلها متوفره يا جماعه، ان انت تقدر تكلم حد او حد يكلمك، مش سواد خالص يعني. فممكن يبقى في بس تبادل اراء في الموضوع ده، لان انت ريكومنديشن بتاعك كبتاع نسا هو ان انت بتقول له ان انا عايز اقل دوس تقدر ان هي تمنع السيجرز، لان انا اولويه ان السيجرز ما تحصلش دي اهم من اي حاجه في الدنيا. فانا اقول لك اديها ميديكيشن بس يكون اقل دوز تعمل كنترول للسيجرز. تمام. الحاجه الثانيه ان يكون دواء واحد في الامكان، لو في الامكان يبقى دواء واحد، كل ما زاد عدد الادويه كل ما كان اسوأ، فعايزين اقل دوز ويكون دراج واحد. بعد كده بقول له انا الميديكيشنز اللي بالنسبه لي كويسه، اللامونترجين ممتاز لانه ما فيش دليل ان هو بيعمل اي تشوهات. طبعا لسه ما فيش ستادز كفايه تقول لك 100%، بس على الاقل المتاح حاليا ان هو من دون الادويه كلها يمكن هو الدواء اللي ما فيش حد اثبت ان هو بيعمل تشوهات معينه، فده ممتاز، ده رقم واحد. لو ما ينفعش يبقى الاوبشن الثاني هو الكاربامازيبين. والكاربامازيبين هو حقيقه ميزته ان هو التشوهات اللي بيعملها هو لو عمل بيعمل كليفت بالاتس، ودي حاجات يعني مقارنة بقى بالكاردياك انوماليز والنيورال تيوب ديفكتس هو اسهلهم ابسطهم. هو في دليل انه ممكن يكون بيعمل نيورال تيوب ديفكتس برضو، ولكن نسبة حدوث ده نسبة قليلة، بيقال ان هي 3%، وطبعا ده نسبة مش كبيرة لان هو اصلا البيز لاين اللي هو بتاع الجنرال بوبوليشن ممكن يوصل احيانا 2.8%، فبالتالي هو تقريبا كومباربل للبيس لاين. هو هي الفكره مش النوع التشوهات بس، ولكن هل هو بيزود نسبه التشوهات دي؟ لا مش قوي. فالكاربامازيبين يعتبر رقم 2 في القصه دي. اسواهم هو الفالبريت، معروف الفالبريت ده بيعمل بقى كل حاجه، ده بيعمل كاردياك انوماليز، بيعمل نيورولوجيكال انوماليز نيورال تيوب ديفكتس، وبيعمل كمان هايبوسبيكس. بس برضو لازم اكرر ان الفالبريت في سام ستاديز فرصه انه يعمل التشوهات دي بيبقى حوالي 9% او 10%. يعني هو فعلا ده يعتبر رقم مش قليل، ولكن مش 100%. تمام، 8-9%، وده حوالي 3 اضعاف اللي احنا قلناه على حاجه زي الكاربامازيبين. فهو كدواء مش حلو، لكن مش اللي هو وانس ان هي خدت جرعه يبقى اذا اكيد الطفل اتشوه ولازم تنزله والكلام ده كله. الحاجه الثانيه اللي ما بنحبهاش زي ما قلنا هو البولي ثيرابي، ما نحبش انها تاخد اكتر من ده. طيب الادويه اللي في النص هما اي حاجه فيها فينيتوين او فينوباربيتال، الاثنين دول
الفينوتوين معروف انه بيعمل كاردياك انوماليز، وكليفت بالات برضو الفينوباربيتال بيعمل كاردياك انوماليز. دول يعتبروا في النص، يعني الريسك بتاعهم لا هو وحش زي الفالبوريت ولا هو ممتاز زي اللاموتريجين، هو حاجه في النص. لو اللاموتريجين والكاربامازيبين ما ينفعوش يبقى ممكن يعني الدكتور يلجأ لواحد من دول. As a general rule الادويه دي بشكل عام بتزود الريسك اوف فيتا، كلها على بعضها كده بتزود الريسك اوف فيتا جروس ريستريكشن، وبتزود الريسك اوف ادميشن للنيونيتال انتنسيف كير يونت. ايه اهميه المعلومه دي؟ اهميتها ان العيانه ما دامت على تريتمنت لازم، مهم جدا ان انت تعمل سيريال الترا ساوندز في اثناء الحمل عشان تطمن على الجروث من اول 28 اسبوع، لان هي عندها ريسك ان هي يحصل فيها فيتال جروث ريستركشن. دي اهميه المعلومه دي. اهميه انه بيزود الريسك اوف نيونيتال اي سي يو، ان العيانه دي لازم تولد في مستشفى، ولازم يكون مستشفى فيها بيدياتريك تيم كويس يقدر ان هو يتعامل مع الحاله دي. نقطه مهمه جدا، وده لانه بطبيعه الحال الابليبسي فيه مشاكل. لو حصل ابليبتيك سيجرز اثناء الولاده بيحصل مشاكل، فده ممكن ياثر على البيبي، ممكن يحصل بلاسنتال ابربشن ده بياثر على البيبي. بلس ان هي العيانه اون ميديكيشنز، فالعيانه اول ما الطفل بيتولد الميديكيشنز دي بتكون بتعدي لدمه من خلال البلاسنتا، فاول ما بيتولد الميديكيشنز دي ما بتوصلش لدمه مره واحده، بتختفي. فبالتالي هو الليفل بتاع الميديكيشنز دي بيحصلها دروب اول اوف ا سادن في جسمه، وده ينتج عنه ويزدرول سيمتومز. يعني هو كانه كان بيتعاطى هذه الادويه مع الام، وفجاه الادويه دي ما بقتش موجوده لان هو خلاص ديليفرد وما فيش حاجه بتعدي من البلاسنتا، فده ممكن يزود ريسك نيونيتال ادمشن. فلهذا السبب مهم قوي في الابيليبسي تبقى عارف بالذات العيانين اللي على ادويه، العيانه دي محتاجه مستشفى ومحتاجه بيدياتريك تيم يكون كويس وشاطر يتولى هذا الامر. نيجي للنقطة اللي بعد كده. احنا اتكلمنا verify diagnosis, verify risk او stratify risk، اتكلمنا على reviewing medications، وزي ما قلنا ده لازم يكون في معانا نيورولوجي مش احنا اللي بنعمل ده. والخطوة الأخيرة هي الكاونسلينج. الكاونسلينج ده يعني هو مش مشهور قوي في ثقافتنا العربية، لكن هو مهم وأهميته. انت بتخاف احيانا تتكلم مع العيانة في الحاجات دي عشان ما تتخضش او تقول عليك دكتور وحش بيخوفها، ولكن في نفس الوقت مهم ان انت تتعرف، العيانة تبقى متعرفة على الريسك، عشان نمرة واحد تاخد الموضوع بجدية شوية، ونمرة اتنين عشان لا قدر الله لو حصل حاجة ما يبقاش الموضوع تفسيره الوحيد عندها ان انت اللي الدكتور ما بيفهمش. تمام؟ انت بتعمل اللي عليك عشان تمنع الكومبليكيشنز، لكن في حاجات ما تقدرش تمنعها. طيب ايه الريسكس المفروض ان انا اتكلم فيها؟ اول حاجة الفيتال ريسك. الفيتال ريسك ستريت فورورد هما حاجتين: الميسكاريج، وده يعني معظم الميديكال ديسوردرز هنجيب فيها سيره الميسكاريج، والنقطه الثانيه وهي الام المهمه واتكلمنا فيها الكونجنتال انوماليز. بس مهم ان انا اوضح حاجه هنا، الكونجنتال انوماليز يا جماعه غالبا بتبقى سببها الادويه. يعني لو العيانه ويل كنترولد من غير ادويه ما بتاخدش ادويه، الريسك اوف كونجنتال انوماليز هو بتاع الجنرال بوبوليشن حوالي 2.8، يعني 2.8% ده بتاع الجنرال بوبوليشن. فبالتالي الابيليبسي نفسه ما بيزودش الريسك، هي الميديكيشنز اللي بتزود الريسك. لكن من المهم ان احنا نبقى عارفين ان لو الست ده تاني حمل ليها وسبق لها في حمل سابق ان حصل تشوهات، لا الموضوع هيبقى الريسك بتاعه كبير قوي، هيوصل حوالي 17% ان هي يحصل فيها تشوهات تاني في الحمل ده. فدي نقطه برضو مهمه. طيب لما نيجي نتكلم على التشوهات، زي ما قلت لك تطمنها ان الابيليبسي نفسه ما بيزودش التشوهات، الميديكيشنز اللي ممكن يكون بتزود الريسك، بس احنا بنحاول ان احنا نخليها على ميديكيشنز مش خطيره، ودايما الموضوع متوقف على زي ما قلنا الدوز، متوقف على نوع الميديكيشن زي ما اتكلمنا، وان احنا بندي دواء واحد ولا بندي اكتر من دواء. فدي اول حاجه. طيب وزي ما قلت لك مهم جدا جدا تاكد عليها، مش عشان الكلمتين بتوع التشوهات راح توقف الادويه من نفسها بعد ما سمعت كلمتين منك، لانه ببساطه حدوث السيجرز نفسها ده هو اكبر ريسك ممكن يحصل في اثناء الحمل. لان احنا عارفين في السيجرز ممكن يحصل فيتال هايبوكسين، ممكن يحصل بلاسنتال ابربشن، ممكن اصلا يحصل تروما للمذر، والتروما دي برضو ممكن تاثر على البيبي، يعني تاثر على الاثنين. ففي اكتر من جانب القصه، مش مجرد ان الادويه وبس. هنا بننتقل للنقطة الثانية ألا وهي الماتيرنال ريسك. الماتيرنال ريسك باختصار ريسك اوف بليدنج، سواء في اثناء الحمل وده انتي بارتم هيموريج، او بعد الولادة وده بوست بارتم هيموريج، الريسك اوف هايبرتنشن، الريسك اوف بريترم ليبر طبيعي، كل ده تلاقيه له علاقة بالسيجرز اكتر حاجة،
او ريسك ان يبقى في مشكله في الولاده ان احنا نحتاج نعمل اندكشن اوف ليبر او نولد باي سيزارين سكشن. هنا لازم ما نعديش نقطه مهمه جدا الا وهي ايه فرصه اصلا ان العيانه يجي لها سيجرز اثناء الحمل. من الحاجات المطمئنه ان حوالي تلتين العيانين اللي عندهم ابيليبسي ما بيجيلهمش سيجرز اثناء الحمل. ومش عايز ادخلكم في التفاصيل بس هو حسب كمان نوع الابيليبسي نفسه، في فوكال وفي جنرالايزد. لو جنرالايزد ممكن توصل ل 74% مش يعني ما بيجيلهمش سيجرز، لو فوكال حوالي 60%. فيعني خلاصه الكلام ان اغلب السيدات ما بيجيلهمش ابيليبسي اثناء الحمل، وده شيء كويس جدا ومطمئن، بس مهم جدا ان انت تعمل اللي عليك والمانجمنت يكون مظبوط. طيب خلينا نخش على الانتي بارتم كير. انتي بارتم كير سهل، هما ثلاث حاجات في التشيك ليست بتاعك: تشيك على الميديكيشنز، تشيك على الماتيرنال سيفتي، تشيك على الفيتال سيفتي. طيب ايه الميديكيشنز؟ الميديكيشنز زي ما اتكلمنا النيورولوجيكال ميديكيشنز لازم تكون مظبوطه، وهنا لازم يكون حضرتك ودكتور النيورولوجي الاثنين شغالين مع بعض في الحوار ده، دي اهم حاجه. الحاجه الثانيه الفوليك اسيد، وعشان كده قلنا يعني ايديلي يبقى بري كونسبشن، لكن لو مش متاح يبقى على الاقل as early as possible في البريجنسي. كلنا عارفين ان غالبا الفوليك اسيد لو بدأناه في البريجنسي مش بيأدي الدور المطلوب، بس ماشي. لكن الفوليك اسيد لازم يبتدي من 3 شهور قبل الحمل لحد نهايه الفيرست تريمستر. وهو بنقول ان الفوليك اسيد هنا بندي هاي دوز فوليك اسيد، لان الجماعه دول at higher risk of neural tube defects نتيجه غالبا للميديكيشنز اللي هم بياخدوها. فبالتالي بتدي الهاي دوز اوف فوليك اسيد مش ال 4 من 10 ملي جرام، ولكن ال 5 ملي جرام، زيهم زي عينين الدايبيتس وما الى ذلك والسيكل سيل والحاجات دي. فاه هنا هتدي كام؟ هتدي 5 ملي جرام في اليوم. بعد كده دكتور النيورولوجي المفروض يتابع الميديكيشنز بتاعت الابيليبسي غالبا. طبعا هو حسب دكتور النيورو، لكن هو مفيش ايفيدنس دلوقتي حكايه ان انت تشيك الليفلز بتاعت الميديكيشنز اثناء الحمل، مش محتاج تعمل الكلام ده. يعني هو كان من الحاجات اللي بتتعمل ان انت تشيك الليفل بتاع الميديكيشن عشان تتاكد ان هو في ثيرابيوتيك رينج، بس يعني مفيش الكلام ده، مفيش داعي منه حاليا. طيب الماتيرنال سيفتي، معلش انا عارف انها حتى ممكن تكون مش الناس ما بتاخدش بالها منها قوي، لكن وظيفتك كدكتور انك تطمن ان المريضه في حاله جيده وامنه، بمعنى ان العيانه هتبقى في البيت، بالذات لو عيانه هاي ريسك انت عايز تطمن ان العيانه دي في حد معاها في البيت، لان هي لو دخلت في ابليبتيك سيجرز هتتعرض للتروما، هتحتاج انها تروح المستشفى بسرعه، ممكن تكون هي في خطر بعد الابليبتيك سيجر، او البيبي كمان في خطر بعد الابليبتيك سيجر. فبالتالي لازم تكون مفهمها ومطمن ومشيك معاها انه فعلا في سيفتي ميجرز، وان في حد معاها، وانها ما بتتسابش لوحدها، وكل الامور دي. فدايما ادي وقت ولو بسيط دقيقتين عشان تشيك على هذا الموضوع. النقطة الثانية من الماتيرنال سيفتي برضو دايما اسأل على المود، لأن في كتير من العيانين دول، أنا عارف يا جماعة الحاجات دي كتير بنهملها، بس صدقني دي بتفرق دكتور من دكتور. يعني العيانين دول وارد جدا إن يبقى عندهم ديبريشن، بالذات لو الحمل ده unwanted، أنا مش عايز أقول unwanted ولكن يعني accidental، يعني اللي هو ما كانش متخطط له، والعيانة مثلا حصل مشكلة في الكونترسبشن اللي هي بتستخدمه، المهم أدى في النهاية إنها حملت. فطبعا الحمل بالذات لو عندها ابيليبسي نوت ويل كنترولد مع الحمل، الكلام ده كله ممكن فعلا يكون صعب عليها جدا نفسيا. فانت وظيفتك انك انت تسكرين دايما، اسال على المود، ولو عندك كونسرن كده كده بتشوف دكتور النيورو، ما يجراش حاجه ان هو يعني يبقى في حته سايكايتري كده، واحنا عندنا كتير حتى ايفن ميديكيشن سيف ان بريجننسي ممكن تاخدها سايكايتري يعني. بس المهم ان انت تو جيف ات سام اتنشن. المهم نيجي بقى للفيتال، الحاجات اللي احنا بنحبها، الفيتال اسسمنت او الفيتال سيفتي. خلينا نتفق ان انت كل اللي محتاجه هو الاناتومي سكان. طبعا كده كده المفروض الاناتومي سكان يتعمل للكل من 18 ل 21 اسبوع او 22 اسبوع. بس طبعا الاناتومي سكان هنا بيبقى له اهميه خاصه، عشان زي ما عارفين هي ممكن تكون على ادويه، والادويه دي بتزود الريسك اوف انوماليز، فلازم حد يكون شاطر في السكان يعمله. الحاجه الثانيه ابتداء من 28 اسبوع وكل 4 اسابيع لازم يتعمل اسكان للفيتال جروث، زي ما اتفقنا ان هم ات ريسك اوف فيتال جروث ريستراكشن. هل محتاج ان انا اعمل ريجولار سي تي جيز؟ لا، ريجولار السي تي جي يا جماعه ملوش رول في كتير من العيانين، يعني هو السي تي جي لازم يبقى له انديكيشن في سبب، لكن الابيليبسي في حد ذاته مش هيعمل سي تي جي تشينجز. هو اللي هيعمل سي تي جي تشينجز اما في مشكله بقى في البيبي في الفيتال جروث، وكده كده احنا بنعمل الترا ساوند عشان نشوف البيبي بينمو بشكل كويس ولا لا،
واما حصل اكيوت ايفنت بقى هي دخلت في سيجرز بتاعه وده موضوع تاني، ساعتها السي تي جي بيتعمل كجزء من ان هي بتيجي المستشفى وبيتعمل لها اسسمنت مش كروتين. لكن الروتين سي تي جي مش هيوريك حاجه غلط، فبالتالي ما تشغلش بالك بروتين سي تي جي، ركز في السيريال الترا ساوند وفي الاناتومي سكان. طيب نيجي نخش على السيرش ستيج الانتروبورتم كير اثناء الولاده. هنا التشيك ليست بتاعتك بتتكون من اولا لازم في اي حاله ميديكال ديس اوردرز لازم بتسال نفسك الاسئله دي قبل حتى ما نخش في التشيك ليست. هولدتها امتى؟ هولدتها ازاي؟ هولدتها فين بالظبط؟ فهتولدها امتى؟ في الابيليبسي، الابيليبسي ما فيهوش مشكله، الابيليبسي مش محتاج ان انت تولده بدري عن ميعاده. هتولدها زي اي حاله اوبستريكس، ولو هتولدها بدري هيبقى لسبب اوبستريكس، متاخر لسبب اوبستريكس. الابيليبسي في حد ذاته ما بيغيرش ميعاد الولاده. نستثني من ده حالات قليلة جدا، ممكن لسبب ما، وده محتاج طبعا كونسنسس أو محتاج اتفاق ما بينك وما بين دكتور النيورو. لو العيانة لسبب ما كانت ويل كنترولد قبل الحمل أو يعني معقولة الأمور، وجات أثناء الحمل كل شوية تخش في إبليبتك فيتس إبليبتك، بالذات towards the end of pregnancy كل شوية إبليبتك فيت إبليبتك فيت إبليبتك فيت، وإنت مش مطمن عليها وحاسس الموضوع إنت والدكتور إنه غالبا related لإن هي pregnant، فهنا احيانا بيبقى فيه كلام انه ممكن to try to get it a little bit early. برضو بتحاول توزن الامور هنا انك مش عايز تولد الطفل preterm، ودي مش حالات كتيره to be honest، يعني زي ما قلت لك معظم الحالات ما بيجيلهاش epileptic fits اثناء الحمل. المود اوف ديليفري نفس الحكايه، مالوش اي علاقه بالابيليبسي. لو هتولد vaginal او cesarean section هيبقى الاسباب obstetrics، لكن هي الابيليبسي في حد ذاته مش indication of induction of labor ولا indication of cesarean section ولا اي حاجه. برضه في استثناء بسيط، لو العيانه اصلا بورلي كنترولد وبيجي لها ابيليبتيك سيجرز كتير وسيفير وبتطول، ساعتها العيانه دي احنا عارفين كده كده ان العيانه اللي عندها ابيليبسي فرصه ان يحصل لها ابيليبتيك فيتس مور اثناء الولاده اكتر من الحمل. فلو هي في الحمل بتعمل كده فغالبا اثناء الولاده هتجننكم كلكم وممكن يجرى لها حاجه، فساعتها بيبقى بتوزن الامور وبتقول لا ساعتها يبقى افضل ان انا اعمل الكتيف سيزارين سكشن. دي النقطه الثانيه. طبعا هتولد فين؟ مستشفى يا جماعه، مستشفى، لان لو ده حد دخلت في ابليتك فيتس انت مش هتعرف تتصرف. لو في مكان، انا اقصد هنا بمستشفى يعني مستشفى تيرشري سنتر او مستشفى على الاقل معروف ان عندها اكسبيرينس واكويبمنت يتعامل مع هذه الحالات، لان ابليتك فيتس مش هتعرف تتصرف. مش كل الابيليبتيك فيتس يا جماعه هتديها ميديكيشن هتخف، في ناس بتخش في ستيتس ابيليبتيكس الموضوع بيبقى صعب جدا. النقطه الثالثه ان انت محتاج ان انت تمونيتور ذا بيبي، بالذات لو دخلت في ابيليبتيك فيتس عشان تتاكد البيبي ما بيفيص، ده هنتكلم عليه بعد شويه. اوقات كتيره البيبي بيفيص وما بيرجعش، يعني البراديكارديا او برولونج دي سيل ما بيرجعش، فساعتها حضرتك محتاج تولدها باي سي سكشن ان 3 مينتس مثلا. فطبعا ما تدخلش نفسك في القصه دي يا جماعه، مفيش حاجه تستاهل واحد يعمل في نفسه او يعمل في العيان بتاعه كده. النقطه اللي بعد كده هي انه بيكون في المستشفى 1 تو 1 كير، يعني دايما يكون في نيرس او حد من الميديكال تيم. طبعا المستشفيات بره بقى فيها ميد وايفز اوكي، لكن يعني هو ايفر، المهم ان في حد 1 تو 1 كير، حد موجود في الاوضه مع الشخص بيطمن عليه كل شويه. طيب هل انا محتاج ان انا احط العيان على السي تي جي او اعمل كونتينوس فيتال مونيتورنج؟ تيبيكالي مش لازم، يعني لو العيانه اوفر اول ويل كنترولد من العيانين اللي احنا قلنا عليهم لو ريسك كده مش محتاجه ان هي تبقى اون كونتينوس فيتال مونيتور. انت بحطها على المونيتور باستمرار، اما تكون العيانه هاي ريسك ان يحصل لها سيجرز، معنى ان هي كان بيحصل لها سيجرز اوريدي اثناء الحمل كتير، فبالتالي انا متوقع ان اثناء الولاده ممكن يحصل لها سيجرز، فلا ريح دماغك وحطها على المونيتور على طول عشان لو حصل سيجرز اعرف اتابع الطفل، لان اكيد لو حصل سيجرز وانا مش حاططها على المونيتور عمري ما هعرف اركب المونيتور، يعني الموضوع يبقى صعب جدا. فدي نقطه. او لو العيانه اوريدي كانت امورها كويسه بس فجاه دخلت في سيجر، فهنا بحاول احطها في اسرع وقت ممكن على المونيتور واسيبها بقى على المونيتور، لان ممكن تخش في سيجر تاني، فلازم احطها على المونيتور عشان اتاكد ان الطفل بيريكفر بشكل طبيعي. طيب التشيك ليست، في نقطتين للتشيك ليست بتاعت الانترابارتم كير، يعني العيالة لما تجيلك وهتولد معاك لازم تتمم على حاجتين. اللي فات ده كان اللي هي تظبيط الامور ده السيتنج بس، لكن في حاجتين لازم تعملهم كتشيك ليست، حاجتين ستريت فور، بريفنشن اوف سيجرز ومانجمنت اوف سيجرز لو حصل، ستريت فور، حاجتين منطقيين جدا.
يعني انا لو عيانه عندي عندها ابيليبسي وبتولد، انا اللي يهمني هي ولادتها زي اي ولاده تاني، بس مش عايز السيجرز تحصل، ولو حصلت عايز امانج السيجرز بشكل طبيعي. طيب خلينا الاول، انا مش عايز السيجرز تحصل، ازاي ان انا امنع السيجرز؟ خلي بالك انه العيانه اعلى فرصه ليها ان يحصل لها سيجرز هو طبعا اثناء الولاده، وبالتالي ممكن عيانه ما يحصلهاش سيجرز اثناء الحمل بس يحصل لها اثناء الولاده، الريسك حوالي 3.5%. فبالتالي خد المواضيع بجديه حتى لو العيانه في نظرك مش هاي ريسك قوي. امنع السيجرز ازاي؟ اول حاجه ويل بين كنترول، هو بشكل عام قلل الاسترس، يعني لو تقدر تحطها في مكان هادي، اوضه هاديه يبقى كويس، ضوضاء قليله، اضاءه معقوله، حاجات زي كده يبقى كويس جدا. الحاجة التانية هي الويل بين كنترول، أول ما تبتدي تخش في ألام الولادة نبتدي إن احنا نشتغل اكتفلي أو برو اكتفلي كمان على إن احنا نمانج الليبر بين بتاعها. لو عندك مكان فيه الفاسيلتي إنها يتعمل لها إبيديورال، يبقى الإبيديورال earlier، يعني as early as possible إنها تعمل إبيديورال، وبالتالي كده أنت ريحت حتة البين وريحت دماغك منها. طبعا يكون فيه هايدريشن كويس، مش لازم يكون اي في، لو هي بتشرب بس تشجعها ان هي تشرب بالذات في بدايه الولاده لما بيكون لسه ما فيش ليبر بين قوي، فهيبقى الموضوع ده مهم جدا. فبالتالي بتقلل الجو بتاع الاسترس. الحاجه الثانيه لازم يا جماعه ما تنسوش تكمل الادويه بتاعتها، يعني كانها عادي جدا لسه بريجننت، الادويه اللي كانت بتاخدها اثناء الحمل تكملها اثناء الولاده. لو ما بتاخدش ادويه خلاص، لكن بتاخد ادويه تكملها بنفس الفريكوانسي اثناء الولاده، لان كونها توقف الادويه مره واحده اثناء الولاده اثناء خلاص بتولد مش مركزه في قصه الادويه وانت نسيت الموضوع ده، هيخليها الليفلز تقل وهي اصلا من غير ولاده تبقى ات هاي ريسك ان يحصل لها سيجرز، فما بالك وهي بتولد كمان. فخلي بالك من النقطه دي، دي تاني حاجه. ثالث حاجه، بعض المستشفيات بتستخدم البيثيدين للبين كنترول. البيثيدين ما ينفعش مع الابيليبسي لانه بيقلل السيجرز ثريشولد، فتقدر تخش في سيجرز بسهولة جدا. الأدوية التانية دي برضو يعني عشان كده دايما بنقول في تيم كوميونيكيشن، يعني لازم كلنا يا جماعة، بالذات انت لازم يكون عندك تقدير للمكان اللي انت بتشتغل فيه، هل المكان ده عنده اكسبيرينس كفاية يتعامل مع الحالات دي ولا ممكن يكون الاكسبيرينس قليلة شوية. فانت وظيفتك ان انت التيم ليدر، انت اللي توجه الناس ان خلوا بالكم من 1 2 3 4 اللي هي الحاجات اللي احنا بنتكلم فيها. يعني يا نيرس تأكد ان هي بتاخد ادويتها، البين كنترول نتكلم على الانستيجيا حسب لو في ابيديورال ولا لا، البيثيدين بتفهمهم يا جماعه العيانه ما بتاخدش بيثيدين، ما ينفعش تاخد بيثيدين. دكاتره التخدير غالبا عارفين، فبالتالي الكيتامين معروف ان هو ما بيستخدمش، السيفوفلوران معروف ان هو ما بيستخدمش، لكن لو عندك اي داوت اتكلم مع دكتور الانستيجيا از ريمايندر، ما يجراش حاجه، مش عيب، ما نتكسفش من بعض في حاجه زي كده. طيب النقطه الرابعه، ودي نقطه مهمه جدا، دي تنسقها مع دكتور النيورولوجي من قبل الولاده، بالذات في العيانين اللي معروف ان فيهم مشاكل. يعني لو في عيانه هاي ريسك ان يحصل لها سيجرز اثناء الولاده زي ما اتكلمنا قبل كده، من المستحب انك تديها لونج اكتنج بنزودايازبين اول ما تخش في ولاده كنوع من انواع البروفيلاكسس. ده ما بتديهوش لكل العيانين، لكن العيانه اللي احنا خايفين جدا ان هي تخش في سيجرز او هاي ريسك انها تخش في سيجرز، اتكلم مع دكتور النيورولوجي. في دواء اسمه كلوبازام، الكلوبازام ده لونج اكتنج، فبالتالي ممكن يستخدم از بروفيلاكسس، بس اتكلم مع دكتور النيورولوجي بخصوص هذا الموضوع عشان تحددوا الدوز، ولو هو الموضوع يستدعي ده ولا ما يستدعيش. طيب يبقى انا الميجرز دي لو عملتها هبتدي ان انا اقول ان انا بمنع السيجرز. طيب النقطه الثانيه، ماذا لو حدثت السيجرز؟ هنا عايز اقول نقطه مهمه جدا يا جماعه، انا راجل لا اؤمن بان دكتور لاي حاجه نساء او غيره لازم يبقى حافظ كل الميديكيشنز بالدوزز بتاعتها، لان ده صعب، ولانه ما ينفعش ان انت تعتمد على الريكول بشكل مباشر. في طبعا ادويه بتستخدمها كل يوم فمش محتاج تحفظها يعني، ولكن في ادويه بتستخدمها من فتره لفتره، انا بقول مش مفيش داعي تحفظ الدوزز، وتقدر دايما لما تحتاج الادويه دي مش عيب يا جماعه تفتح السورسز بتاعتك، تفتح الكتاب بتاعك تراجع. في الدنيا كلها بيحصل الكلام ده، احنا بس اللي عندنا شويه عزه نفس يعني واخدانا شويه، لكن لا افتح كتاب اتاكد، قول هروح اتاكد من المعلومه دي او اتاكد من الدوز دي، مش عيب ابدا، بالعكس ده بيسهل عليك البراكتس وبيخليك دايما ريفرش بالمعلومات. لكن في مواضيع معينه هقول لا معلش احنا محتاجين ان احنا يعني هقول لكم ايه، محتاجين ان احنا ما عندناش وقت ان احنا لا نبص ولا نعمل.
لما يكون عندك عينه ايبيليبسي لازم حضرتك تحضر الميديكيشنز بتاعتك، تحط الميديكيشنز دي في الثلاجه وتتاكد الميديكيشنز دي ما دام في عينه ايبيليبسي الميديكيشنز دي معاك. ايه هي الادويه دي؟ هي اللي هتكلم عليها دلوقتي. الدواء الطبيعي انك بتستخدمه لو حصل ايبيليبتيك سيجرز هو دواء اسمه لورازيبام. اللورازيبام لازم تبقى عارف الدوز بتاعته لان ما عندكش وقت تبص ساعتها، ده لازم يكون الدوز بالحقنه جاهزه محطوطه في الثلاجه. اللورازيبام هو بيتاخد 0.1 ميلي جرام لكل كيلو جرام، يعني هو بيتاخد حسب الوزن. لكن لو لاي سبب مفيش وقت توزن ولا تعمل او ما عندكش الوزن، ادي 4 ميلي جرام. تمام، ال 4 ميلي جرام دي تقدر ان انت بعد كده بتاعتها بعد حوالي 15 دقيقه تقدر تدي السكند دوز. تمام، يعني انت بتدي 4 ميلي جرام بولس وبعد كده ممكن تعيدها بعد 15 دقيقه. لو ما عندكش لورازيبام ممكن تستخدم الدايازيبام. الارقام هتلاقيها حتى منطقيه يا جماعه، يعني اللورازيبام 4 ميلي جرام، لو تستخدم دايازيبام اي في يبقى تستخدم 5 × 10 ميلي جرام اعلى شويه، وساعتها بتستخدمها كسلو اي في مش زي اللورازيبام، يعني ده سلو اي في شويه. تمام، لو انت ما عندكش اي في اكسس، يعني عيانه جايه لك بتولد وجالها سيجرز على باب المستشفى، لا لحقت تعمل اي في اكسس ولا تركب كانيولات ولا غيره، ساعتها بتستخدم ريكتال دايازيبام. وهنا هنزود الرقم شويه، يعني كان 4 خليناها 5 × 10، الدايازيبام الريكتال هيبقى 10 لـ20 ملي جرام، وتقدر تعيده بعد 15 دقيقه برضه، بس ما بستخدموش غير لو ما فيش اي في اكسس. تمام، يبقى اذا هو اللورازيبام هو الدواء الطبيعي، الدايازيبام هو البديل، ممكن يستخدم كسلو اي في او يستخدم ريكتال. الفينيتوين او الفوسفينيتوين الاثنين دول ما بيستخدموش غير لو كل الادويه اللي احنا اتكلمنا عليها فوق ما اشتغلتش، ساعتها هو ده البديل او الخط الثاني للمانجمنت. وهنا ده بيستخدم بقى، ده الجرعه بتاعته اعلى بكتير، 10 لـ15 ملي جرام بير كيلو جرام، وده بيستخدم اي في انفيوجن مش بولاسز بقى ولا الكلام ده. تمام، فانت لازم تتاكد ان عندك اللورازيبام موجود في الثلاجه بالجرعه اللي انت حسبتها حسب الوزن او 4 ملي جرام لو انت يعني ما لقيتش وقت ان انت تحسب. تمام، او عندك دايزيبام لو اللورازيبام مش متوفر، ودايما خلي عندك ريكتال دايزيبام كده كده موجود متوفر في الثلاجه. تمام، طيب الحاجه اللي دايما بنقولها واعرف القاعده دي، ان انت بتولد سواء هتعمل بقى اندكشن اوف ليبر عين كان، انت بيبقى اوكي ان انت تولد فاجينال، بس لو حصل ان العينه بدات تخش في ريبيتد سيجرز اثناء الولاده ده سبب كافي ان انت تقرر انك انت تعمل سيزيريان سكشن. ده اول حاجه. الحاجه الثانيه، لو العينه دخلت في سيجرز زي ما قلنا بنحطها على المونيتور، حتى لو السيجر خلصت لازم نتابع على المونيتور لان بيحصل زي ما قلنا فيتال هايبوكسيا مع السبازمز دي. الطبيعي ان هو بيحصل فيتال هايبوكسيا ترانزيانت، ممكن نلاقي شويه برادكارديا او ديسيليريشنز وبتريكفر عادي، لكن احيانا ما بيحصلش ريكفري وبضطر ان انا اخش سيزيريان سكشن، فبالتالي بديها 5 دقائق، لو ما حصلش فول ريكفري في خلال 5 دقائق دول ابتدي اشك ان حصل مشكله كبيره، ممكن يكون حصل بلاسنتال ابربشن او غيره. يبقى اذا لو ريكيرنت سيجرز من ناحيه المذر او الفيتال هارت ريت تشينجز بيرسيست اكتر من 5 دقائق يبقى لازم اولد ايميديتلي. وهنا عشان اكون صريح معاكم، بعض الناس هتقول لك ايه ده معانا وليه وجع الدماغ بس سيزيريان سكشن على طول وخلاص. هكون صريح معاكم يا جماعه، هتقابلك عينين بارا 2 بارا 3 يعني يولدوا في 10 دقايق يعني، وعندهم هيستوري اوف ايبليبسي، مش معقول هتعمل لهم سيزيريان سكشن. بلس ان يعني هقول لك بصراحه، يعني معظم العيانين اللي انا شفتهم ايبليبسي وسبريجنسي، مش عايز اقول يعني تقريبا يعني معظم حقيقي يعني ما بيحصلهمش حاجه، بيولدوا طبيعي زي الفل، ما بيحصلش مشاكل. فالموضوع مش بهذه الصوره، ولكن احنا بنشرح الحاجات اللي لازم نركز عليها لان يو كانت تيل يعني كان بريدكت ما ممكن يحصل مشاكل. يبقى انا اعرف ازاي اتعامل مع المشاكل او امنع المشاكل افضل من ان انا اتجاهلها او ان انا افترض ان هي مش هتحصل. طيب النقطه الاخيره اللي عايز اقول عليها في اثناء الولاده مهمه جدا يا جماعه وبتتنسي، الكوميونيكيشن مع البيدياتريك تيم. احنا اتكلمنا ان النيكيو ادميشن از كومن، وبالتالي انا بحتاج دايما يكون في بيدياتريك تيم متوفر اثناء الولاده، بس لازم كوميونيكيت مع البيدياتريك تيم. لازم تقول لهم ان العيانه دي ايبليبسي، لو العيانه دي بتاخد انتي ايبليبتيك ميديكيشنز اثناء الحمل فور لونج تيرم لازم تقول لهم، لان ده معناه انه هيتوقعوا ويزدرول سيمتومز. وكذلك لو العيانه حصل لها ايبليبتيك سيجرز مثلا
وطريقه ان انت تديها بقى الدايازيبام والورزيبام الادويه اللي زي كده، هم كمان محتاجين يعرفوا عن الحاجات دي، لان الحاجات دي ممكن تاثر على البيبي، ولازم يكونوا جاهزين بالتريتمنت وبكل حاجه، على الاقل عارفين ايه اللي بيحصل. تمام؟ فمهم جدا تكوميونيكيت انها مش بس ايبيليبتيك، ولكن ايه الميديكيشنز اللي بتاخدها او اللي خدتها ليها علاقه بالايبيليبسي. دي نقطه مهمه جدا في اثناء المانجمنت. بوست بارتم بقى نقفل خلاص الموضوع. البوست بارتم لذيذ جدا، مفوجئ شويه نقط بسيطه. اول حاجه برضو بريفنت سيجرز. العيانين الابيليبسي عندهم هاي ريسك ان هم يخشوا في سيجرز في اثناء الولاده وبوست بارتم لحد 24 ساعه. في عيانين اكتر في الريسك شويه، اللي هم اللي بيحصل فيهم سيجرز قبل الحمل بشهر، دول كان لسه بيحصل فيهم سيجرز، دول الريسك بتاعهم بيوصل لحد 3 ايام بعد الولاده ممكن يخشوا في سيجرز. بالتالي يعني أمن، يعني ما خلي بالك، يعني ما تقولش خلاص دي ولدت أنا كده خلص الموضوع، لا، one day still a window، ولو العينة higher risk كمان وصلها 3 days still a window إن ممكن يحصل فيها seizures. طب أمنعها إزاي؟ نفس الكلام اللي قلناه، good hydration, good pain control، تقلل الستريس، quiet room، الحاجات اللطيفة دي كلها. وأهم حاجة زي ما قلنا قبل كده، برجاء كمل العلاج، continue العلاج بتاع الأنتي إبليبتيك، ما تخليهاش توقفه، ما توقفوش انت، العيان لو سبتها لنفسها هتوقف، فمتى يعني خلي بالك من النقطة. النقطة التانية هي to prevent toxicity، ودي نقطة كتير من الناس بتنساها وبتهملها، بالذات في العيانين اللي هم بيكونوا على دوز معينة، وأول ما حملوا لأسباب معينة مع النيورولوجي زودوا لهم الدوز to provide better control، أو في أثناء الحملة حصلت seizures فتم تغيير الدوز. كتير بيحصل إن بعد الولادة الدوز دي بتبقى زيادة عن المطلوب، وبالتالي ممكن يخشوا في توكسيستي. حضرتك تتفادى ده ازاي؟ اول حاجة لازم تكلم النيرس والناس اللي موجودة اللي مع العيانة والعيانة احيانا نفسها، ان هما to watch for some signs. اي حاجة نيورولوجيكال مش مظبوطة، العيانة عندها double vision، العيانة بدأت تحس انها drowsy وديزي ومش طبيعية وحاجات زي كده، اهو العيانة بدأت تخش بقى في unsteadiness والدنيا كده مش مظبوطة، يبقى في كل الحاجات دي لازم حد نيورو يجي يبص عليها بسرعة جدا، لأن قد تكون دي signs of toxicity. دي أول حاجة، أنا مش عايز ألعب في الدوزز من نفسي، لأن أنا برضو مش عايز أخش في epileptic seizures، فأنا بس بكمل العلاج لكن بwatch for these signs، لو بدأ يظهر بعضها نلحق بسرعة ونكلم دكتور النيورولوجي. دي أول حاجة. الحاجة التانية، لازم دكتور النيورولوجي كده كده في خلال 10 أيام من الولادة يجي يراجع الأدوية ويشوف هتمشي على إيه بعد كده، عشان ما يكونش بتاخد جرعة لا زيادة ولا قليلة. دي نقطة مهمة فيه. ولو قرر دكتور النيورولوجي طبعا ان هو يتحرك من جرعة معينة ويقللها، فلازم ده يتعمل بالتدريج عشان ما يحصلش sudden drop للإفلس. فدي نقطة مهمة جدا. فمهم ان انا يبقى معايا نيرس تيم بتكلم معاه وبديله الانستركشنز دي، عشان كده قلت يا جماعة الحاجات دي لو تقدر تكتبها وتطبعها او ايفن تديها للناس، ده بيبقى سهل في الحالات اللي ممكن يكون فيها مشاكل زي الإبليبسي. طيب الحاجة اللي بعد كده بتقول العيانة بريست فيد عادي جدا، بس مهم طبعا، ودي دايما دكاترة البيدياتريكس بيتكلموا عليها، لكن لو انت ما عندكش حد بيدياتريكس هيجي يبص على العيل بوست بارتم او كده، انت لازم توضح للعيان لو في اي حاجه مش طبيعيه بخصوص الطفل، ان هو بقى باين عليه ان هو ما بيرضعش كويس، ضعيف، الكراي بتاعته اتغيرت وبقت ضعيفه فلوبي كده، مش مفيش ماسل تون ولا حاجه، مش ماسك نفسه مقارنه بالبيز لاين. طبعا مش لازم كل شويه تيجي تفحص فيه تطمن ان هو كويس، بس مقارنة ان في تغيير مقارنة بالبيز لاين، ده ممكن يكون withdrawal symptoms اللي اتكلمنا عليها، وساعتها لازم تجيب الطفل لدكتور الاطفال على طول، مش ليك دكتور الاطفال. الحاجة التانية، نأكد دايما على السكريننج للمود ونتأكد ان مفيش depression. ثم الحاجة الاخيرة يا جماعة، اللي انا عارف الناس كتيرا مش هتاخدها بجدية، ولكن الكونتراسبشن. بصوا يا جماعة، قبل ما العيانه تطلع من المستشفى لازم تكون اتفقتوا على الكونتراسبشن، وايديالي لازم تكون بدات الكونتراسبشن، لان معظم الكونتراسبشنز اوكي انها تبتدي immediately after delivery، بالذات الحاجات اللي هي البروجستين بيست دي. ليه انا بقول كده؟ لانه يا جماعه انت عندك الاكسبيرينس انك تكلمها على الكونتراسبشن كابيليبسي ويز بريجنسي او ابيليبتيك بيشنت، مش كل الناس هيبقى عندهم نفس القدره على او هيحسوا بارتياح ان هم يناقشوا حاجه زي كده مع العيانه، هم مش هيبقوا كونفيدنت ان هم يناقشوا مع عيانه ابيليبسي ايه الكونتراسبشن اللي ينفع تاخده او ما تاخدوش، وهي ممكن ما تبقاش برو اكتيف، وهي عندها ميديكال ديس اوردر وبتاخد ميديكيشنز، وكون الحمل يحصل فجاه بدون ترتيب ده مش كويس لا عشانها ولا عشان البيبي. فبالتالي انت بتمنع مشاكل كتيره
بان انت تفهمها الوضع ايه، وان احنا محتاجين لو في ده مقبول بالنسبه لها ان احنا محتاجين انها تكون على كونتراسبشن. وهنا اقدر اتكلم على ايه الكونتراسبشن. وعشان اريحكم يا جماعه، كل مشكله الكونتراسبشن مع الابيليبسي هي حاجه واحده، ان بعض الميديكيشنز اللي بتاخدها فور ابيليبسي لو هي ما بتاخدش خلاص ريحت. بس طبعا لو حصل تغيير بعد كده في المستقبل لازم تقول لك عشان تغير الكونتراسبشن. لكن لو هي بتاخد كونتراسبشن بتاخد ابيليبتيك ميديكيشن، انتي ابيليبتيك ميديكيشن، بعض الميديكيشنز دي بتعمل اندكشن للليفر انزيمز، بتنشطها. والليفر انزيمز دي نفسها اللي بتشتغل على الهرمونال كونتراسبشن، الاستروجين بروجستيرون، بتكسرهم. فلو جاء الميديكيشن ده نشط الليفر ونشط الليفر انزيمز، الليفر هيكسر الهرمونز دي بسرعه قوي وهيقلل الليفل بتاعتها في البلد، فبيزود فرصه الفيلير بتاع الميديكيشنز دي. يعني لو بتدي هرمونال كونتراسبشن من اللي هو السي او سيز العاديه وبتدي معاها مجموعه من الانزيم انديوسينج ميديكيشنز، فرصه ان الكونتراسبشن السي او سيز العاديه دي تفشل بيزيد 3 اضعاف. الطبيعي ان هو اقل من 1% نسبه فشلها، بتوصل 3%. وخلوا بالكم احنا بنقول اقل من 1% ده مع البيرفكت يوز، يعني اللي هو ان العيانه بتاخدهم بالظبط في ميعادها. كلنا عارفين ده بيحصلش، ودايما في حاجه اسمها تيبيكال يوز، ده بيوصل ل 9% فيلير، اللي هم ان هم مش بياخدوا يعني بينسوا بيلز وبياخدوا بيلز في مواعيد غلط وحاجات زي كده. فما بالك كمان انك تحط التو فاكتورز دول على بعض، انت كانك بتقول بنسبه 25% ان الست دي هتحمل، فطبعا مش منطقي. فبالتالي لو العيانه بتاخد انزيم انديوسنج خلصت، ما تديهاش هرمونال كونتراسبشن او ما تديهاش اورال كونتراسبشن بيلز وحاجات زي كده. لو هي ما بتاخدش انزيم انديوسنج، في مجموعه من الميديكيشنز مش انزيم انديوسنج، يبقى خلاص تمام تقدر تاخد اللي هي عايزاه. طيب انا اعرف منين؟ انا رايي دايما ان انت ما تحفظ، ارجع دايما لو عندك سورس او كتاب ارجع له او محاضره دور فيها على الادويه. ما تحاولش تقعد تريكول الميديكيشنز، لان هتزود نسبه الخطا وهتقعد تحفظ حاجات كتير ملهاش لازمه ومش بتشوفها كل يوم، بتشوفها كل حين وفين. لكن عشان اسهل الموضوع عليك، لو مصر تحفظهم ففي طريقه سهله. الانزيم انديوسنج ميديكيشنز اللي هي بتاثر على الليفل بتاع الهرمونز دي ممكن تلخصها في توب كاب. اي ابيليبتيك ميديكيشن بيبتدي بالبي او الاو او السي غالبا تبع الانزيم انديوسنج، ونضيف عليهم التوب اللي هو التوبراميت. لو خدت دول فانت غالبا معاك معظم الميديكيشنز اللي انزيم انديوسنج، الباقيين كلهم نون انزيم انديوسنج عشان اريح. طبعا هنا هتلاقي في استثناء واحد اللي هو البري جابالين، افتكر ان هو بري جاي من الجابالين فهو مش بري بي يعني، فهو يعني احفظه على ان هو جابالين يعني. بس ايا كان دايما ارجع للليست دي وتاكد. لو هي بتاخد انزيم انديوسنج ميديكيشن يبقى هي تقدر تستخدم الكبر اي دي، تقدر تستخدم المورينا، تقدر تستخدم الديبوبروفيرا الانجكتبلز كل 3 شهور. وده بالعكس الديبوبروفيرا بتقلل الريسك اوف ابيليبتيك سيجرز فور سام ريزن، يعني البروجستيرون بيهد، فدي تمام. لو هي ما بتاخدش انزيم انديوسنج، بتاخد واحده من الميديكيشنز دول فالبوريت واللاموتروجين والحاجات اللطيفه دي، يبقى هي تمام تقدر تستخدم اي كونتراسبشن هي عايزاه، لان مفيش علاقه مفيش انتراكشن. بس في معلومه مهمه جدا دايما احفظها، فاكرين اللاموتروجين دواء اللطيف الحلو اللي ما بيعملش انوماليز اللي احنا بنحبه؟ تمام. اللاموتروجين ده بقى عنده مشكله مع الاستروجين، اللاموتروجين والاستروجين، بس مشكله عكسيه بقى، مش زي اللي احنا قلناه ان دول بيقللوا الهرمونال وبيزودوا فيلير اوف هرمونال. لا، في الحاله دي الاستروجين كونتيننج كونتراسبشن زي السي او سيز، اي حاجه فيها استروجين بتقلل الليفلز بتاعت اللاموتروجين، وبالتالي بتزود فرصة ان العيانة تخش في سيجرز وانها بتبقاش ويل كنترولد باللاموتروجين. فبالتالي لو العيانة بتاخد لاموتروجين ما تاخدش استروجين، الاثنين دول ما يركبوش مع بعض، في بينهم انتراكشن. تمام؟ يبقى انا في الكونتراسبشن محتاج ان انا دايما افتكر المعلومتين دول، الانزيم انديوسنج ما ياخدوش غير كبر اي دي او مرينا او انجكتبلز، وان النون انزيم انديوسنج ياخدوا اللي هم عايزينه. بس لو بتاخد لاموتروجين ما تاخدش معاه استروجين كونتيننج انزيمز. ده كل الموضوع. لو ظبطت المعلومه دي وانت عارف العينه بتاخد ايه،
وتستقر معاها على ايه الكونتراسبشن اللي هي ممكن تاخده قبل ما تطلع من المستشفى. ممكن تاخد الانجكتبلز، تاخد اول حقنه من الانجكتبلز لو عندك قبل ما تطلع من المستشفى، يعني it can happen يعني. يبقى انت كده خدمتها ووفرت عليها ان هي تخش في اي مشاكل بعد كده نتيجه لحمل مستقبلي. معلش طولت عليكم شويه، لكن ده كان باختصار موضوع الابيليبسي والبريجنسي. ان شاء الله هنحاول بشكل منتظم ان احنا نكمل مع حاجات تانية في الماتيرنال ميديسن ليكتشر سيريس لو في مواضيع معينه، يعني انا عندي تصور معين لكن طبعا فليكسبل لان احنا هنحاول نغطي كل المواضيع. فلو في اي مواضيع معينه ليها برايورتي عندكم ان انتم محتاجين ان احنا نتكلم فيها غير الهايبرتنشن والدايبيتس، انا متاكد ان دول اكبر حاجتين يعني غير الاثنين دول، يا ريت بس يعني ابعتوا لي الحاجات اللي انتم حابينها وباذن الله نحاول ان احنا نغطيها. وشكرا جدا لكم.